أهلا بكم إلى خلف الجدار، البرنامج الذي نطل فيه على الشأن الإسرائيلي. يهدد المهاجرون الأفارقة هوية الدولة اليهودية وديمقراطيتها، فيعتقلون ويطردون. والتهديد الآخر يأتي من ورقة كتبت عليها تفاهمات الدول الكبرى وإيران. سنعرف كيف ستواجه السياسة الإسرائيلية هذا الاتفاق النووي. أما مجزرة شفا عمر فيحاكم فيها الضحايا ويبرر للجلاد. هذه هي إذن مواضيع هذه الحلقة من خلف الجدار. الآن نذهب مباشرة إلى أخبار المحور الداخلي والتي كلها تتمحور حول الهاجس العسكري لإسرائيل. فأولا، عرض الموساد التقرير الاستخباري السنوي في المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر. رافق هذا الأمر مجموعة مناورات، منها بداية في مدينة عسقلان ومحيطها، وهي تحاكي معركة عسكرية في قطاع غزة بمشاركة وحدات عسكرية تابعة لفرقة غزة وقوات السلاح البحري. مناورة أخرى اسمها العلم الأزرق الجوية في قاعدة عفدة في النقب، وهي بالمناسبة مناورة مشتركة بين إسرائيل وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرا مناورة في الناصرة العليا للجبهة الداخلية تحاكي سقوط صواريخ على مدن وقرى الجليل الغربي بمشاركة قوات الإنقاذ والإطفاء وطواقم خاصة من الجيش والجبهة الداخلية. هذه هي أخبار المحور الداخلي، والآن نذهب مباشرة إلى موضوعنا، وهو طبعا عن المتسللين الأفارقة وإشكاليتهم داخل إسرائيل. المتسللون يهددون حصانة الدولة. بهذه العين تنظر إسرائيل إلى المهاجرين الأفارقة على أراضيها، وتضع خططا لترحيلهم إلى بلدانهم وفرض عقوبات عليهم عبر سن قانون جديد لهذه الغاية. هذا إضافة إلى بناء سياج لمنع تسللهم على طول الحدود، مع العلم أن هؤلاء معظمهم يهرب من بلده من الفقر والحرب. عن هذا الموضوع نعرف أكثر من دكتور عباس إسماعيل، رئيس قسم الشؤون الإسرائيلية في الميادين وضيفنا الدائم في المحور الداخلي. أهلا بك دكتور عباس. وكالعادة نمهد لموضوعنا بتقرير يشرح لنا يعني ماذا يحدث في موضوع الأفارقة أكثر. الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على خطة مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى إسرائيل. الخطة تأتي بعد مشروع القانون الجديد الذي طرحه وزير الداخلية جدعون ساعر على الكنيسة بالقراءة الأولى، بعد بطلان مفعول القانون السابق بموجب حكم صادر عن محكمة العدل العليا في أيلول سبتمبر الماضي. مشروع القانون الجديد ينص أحد بنوده على احتجاز أي مهاجر جديد يدخل الأراضي الإسرائيلية لمدة عام في منشأة مغلقة دون أي محاكمة. الإجراءات الجديدة ترمي إلى تشجيع مغادرة المهاجرين وعودتهم إلى أوطانهم، وزيادة الأمن الشخصي للإسرائيليين عبر تقليص وجود المهاجرين في مراكز المدن. كما تبنى على خطوات متكاملة جاءت نتاجا لإجراءات كثيرة كانت الحكومة قد اتخذتها، ولا سيما بناء سياج أمني على امتداد الحدود مع مصر. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن التصميم على إخراج عشرات الآلاف من المهاجرين الذين وصفهم بالمتسللين، وعد الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة مناسبة وضرورية لحماية الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل. إذن دكتور عباس، بحسب نتنياهو هذه ظاهرة تشكل تهديدا للطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل. لهذه الدرجة يعني هذه الظاهرة تشكل خطرا الآن في المجتمع الإسرائيلي؟ يعني من يستمع إلى توصيف نتنياهو لظاهرة المهاجرين الأفارقة، والذي بالمناسبة هو وكبار المسؤولين الإسرائيليين يفضلون استعمال مصطلح المتسللين نظرا للفارق في الدلالة ما بين المصطلحين. فمن يستمع إلى تصريحات وتوصيف نتنياهو لهذه الظاهرة، وكذلك التوصيف الذي أطلقه كبار الوزراء والمسؤولين في إسرائيل، يخرج بانطباع بأن إسرائيل أمام مشكلة صعبة جدا، أمام مشكلة تهدد الطابع اليهودي للدولة، أمام مشكلة تهدد الأمن القومي الإسرائيلي، أمام مشكلة استراتيجية. هذه طبعا كلها توصيفات استخدمت في توصيف هذه الظاهرة. وبالتالي إذا كان المسؤولون الإسرائيليون ينظرون إلى ظاهرة المهاجرين الأفارقة بهذا المنظار وفق هذه المعايير، فهذا يعني أن يجب التعامل معها
وفق هذا الأساس. يعني حتى أن بنيامين نتنياهو في مطلع هذا العام عندما تحدث عن التحديات التي تواجه إسرائيل، تحدث عن أربع تحديات، تحدث عن تهديد النووي الإيراني، تحدث عن حرب الصواريخ، تهديد الصواريخ، عن حرب السايبر، وعن المهاجرين الأفارقة. يعني إلى هذه الدرجة. وطبعا هو تحدث عن هذه الظاهرة من أجل إظهار ما اتخذته حكومته من إجراءات، والحديث ولكي يعرض هذا الموضوع ضمن الإنجازات، كونه كان يتحدث على أبواب الانتخابات. وبالتالي يتم التعامل في إسرائيل مع ظاهرة المهاجرين الأفارقة باعتبارها تهدد الأمن الإسرائيلي والهوية اليهودية للدولة والأمن القومي، وأيضا مشكلة استراتيجية. دكتور عباس، يعني ما هي المعطيات حول هذه الظاهرة؟ لماذا؟ يعني ما هو الواقع الذي يرسم كل هذا المستقبل الأسود بالنسبة لإسرائيل؟ يعني بالنسبة لإسرائيل، كل ما هو غير يهودي في إسرائيل يمكن أن يشكل خطرا على إسرائيل، خطرا ديموغرافيا، خطرا استراتيجيا، خطرا أمنيا، هناك أعداد كبيرة، خطرا قوميا. ما يبدأ قليل، الخشية في إسرائيل أو التوقعات أو يعني نقوص الخطر الذي دقه نتنياهو هو بقوله بأن في إسرائيل الآن تقريبا 60,000، ما بين 60,000 إلى 80,000 مهاجر أفريقي، وتوقعات حسب نتنياهو أن هذا الرقم ممكن أن يرتفع إلى 600,000. 600,000 مهاجر أفريقي في إسرائيل، يعني 600,000 غير يهودي في إسرائيل، مضافا إلى مئات الألوف من الفلسطينيين 48 الذين هم في إسرائيل. هذا يعني وفق المفاهيم الإسرائيلية، هذا يعني تأثيرا كبيرا جدا على الطابع اليهودي للدولة. وبالتالي من هنا يأتي التحذير من أن تزايد ظاهرة المهاجرين الأفارقة، يعني تزايد تواجد غير اليهود في إسرائيل إضافة إلى العرب الأفارقة، إضافة للعرب، هذا سوف يمس بالطابع اليهودي، بالنسيج الاجتماعي، من عدة زوايا. من هنا كان هذا التحذير الذي نبه إليه نتنياهو. دكتور عباس، هنا فقط يعني الإشارة إلى أن هؤلاء يتسللون عبر الحدود مع إسرائيل بطريقة غير شرعية ويعيشون بطريقة غير شرعية. الآن إسرائيل يعني حاولت أن تلاقي حلول لكي توقف هذه الظاهرة، ما هي أبرز الحلول التي قدمتها إسرائيل، وهل نجحت يعني في الحد من تكاثر هذه الظاهرة فيها؟ يعني بداية يمكن القول أن هذه بدأ التعامل في إسرائيل مع المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل باعتبارهم ظاهرة خطرة منذ العام 2007، لأنه منذ العام 2007 بدأت أعدادهم تزداد. وبالتالي عندما كان في 2006 مثلا كان عدد الذين دخلوا من المهاجرين 1000، في 2007 قفز إلى 5000، 2010 قفز إلى 14,000. وبالتالي أدرك الإسرائيليون أنهم أمام مشكلة. ما لجأوا إليه هو منذ العام 2007 بدأوا باتخاذ الإجراءات. الإجراء الأول الذي بدأوا باتخاذه هو الشروع في بناء سجن سهرونيم اسمه في النقب. وفي العام 2010 أمر نتنياهو ببدء البناء السياج على طول الحدود مع مصر، سياج بطول تقريبا 240 كيلومتر، وبالتالي بدأت اتخاذ الإجراءات الأخرى من قبيل سجن كل المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون إلى إسرائيل، فرض غرامات ومالية وعقوبات على الإسرائيليين الذين يقومون بتوظيف وتشغيل وإيواء هؤلاء المهاجرين، والبدء أيضا بعملية ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين هم في إسرائيل الخارج. وبالتالي تم الشروع في عملية متكاملة وبشكل تدريجي. في المرحلة الأولى الحد بناء السياج كان الهدف منه الحد من دخول المهاجرين الأفارقة. هل نجح نتنياهو أم لا؟ وفق الإحصاءات في إسرائيل، في المنشورة في إسرائيل، حققت حكومة نتنياهو نجاحا كبيرا جدا في هذا السياق. ذلك أنه في العام في فقط دكتور عباس، قبل أن تتحدث عن النجاح أو الفشل، نحن نشاهد أهم نقطة، يعني لنبقى فقط بتفصيل الخطة الجديدة. يعني كما سبق وذكرنا بأن هناك المهاجر يحصل على بدل مالي مقابل ذهابه أو خروجه من إسرائيل، وأيضا هناك زيادة 550 وظيفة للسلطات المعنية بضبط أعداد المهاجرين، وطبعا خطط أخرى. ولكن حدثني عن القانون أيضا، الذي القانون الجديد الذي سن في هذا الإطار، أهم بنوده. نعم، ربما من ضمن الإجراءات التي تم اللجوء إليها في العام 2012 تم سن قانون في الكنيست
يقضي بسجن كل مهاجر جديد 3 سنوات من دون محاكمة. نعم. وبدأ والشروع أيضا بوضعهم في السجن في سهرونيم وإقامة منشأة سجن آخر أيضا. منظمات حقوق الإنسان وبعض المنظمات الدولية اعترضت بشدة على هذا القانون. هذا القانون نظرت به محكمة العدل العليا ونصت على أنه قانون غير دستوري، وألزمت الحكومة الإسرائيلية بضرورة اتخاذ قرار في قانون جديد في غرار 3 أشهر. يوم الأحد الماضي أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون جديد، حولته إلى الكنيست، تم المصادق عليه بالقراءة الأولى وحول إلى لجنة الكنيست. هذا القانون ينص على السماح بالسجن كل مهاجر جديد في السجون في إسرائيل في النقب لمدة عام من دون محاكمة، إضافة إلى سجن المهاجرين الذين هم الآن موجودين في إسرائيل ولكن في منشأة مفتوحة، يعني سجن مفتوح بمعنى أنهم يسمح لهم بالخروج في النهار ولكن بالليل عليهم أن يبيتوا في هذا السجن. هذا القانون الجديد هو الآن موضوع أمام الكنيسة. وهذا بطبيعة الحال دكتور عباس يخالف القانون الدولي، وكما سبق وذكرت يعني هو قانون عنصري بامتياز. يعني هنا هل سيكون هناك ربما حملات من قبل المجتمعات الدولية أو المنظمات الدولية لمواجهة هذا القانون في إسرائيل؟ يعني ما هي التقديرات الآن؟ يعني أقصى ما يمكن توقعه هو صدور بعض التقارير التي تتحدث عن أن هذا قانون لا يراعي المعايير الدولية والقوانين الدولية. هذا أقصى ما يمكن توقعه. إلا إذا محكمة العدل العليا عادت وأسقطت هذا القانون، وهذا مستبعد لأنه سبق لها أن أسقطت قانونا سابقا، وبالتالي هذا القانون سوف يسلك مثل أغلب التوقعات أنه سوف يسلك طريقه وأيضا قد يسن وبالتالي قد يدخل الحيز التنفيذ. تحدثت قبل قليل عن نجاح هذه الخطة، فعلا يعني تضاءلت الأرقام أو تقلصت أرقام المتسللين دكتور عباس؟ يعني آخر أرقام تحدث عنها نتنياهو تحدث عن 0 مهاجرين جدد. أجروا مقارنة في شهر أيار من العام الماضي 2012 بلغ عدد المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا في شهر واحد ما يقارب 2000، بينما في شهر أيار من هذا العام بلغ عدد الذين نجحوا في التسلل الإسرائيلي بحدود 3 إلى 4، وبالتالي هذا يعتبر نجاحا كبيرا جدا للحكومة الإسرائيلية في منع تدفق المهاجرين الأفارقة. وهذا قد لا يكون النجاح فيه سببه إجراءات الحكومة الإسرائيلية فقط، لأنه كما نعرف أن الأوضاع الأمنية في منطقة سيناء وفي مصر وكلها لم تعد كما كانت في السابق، وبالتالي لم يعد في إمكان المهاجرين الأفارقة التحرك بهذه السهولة في منطقة سيناء والدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. طبيعة الحال دكتور عباس عندما نتحدث عن هذا الأمر، يعني هذا أمر عنصري، لأن من يهرب إلى إسرائيل أو إلى أي دولة أخرى يعني من هذه الدول خصوصا من السودان وأريتريا، يعني هناك أعداد كبيرة، يهرب من الفقر والجوع والحرب وكل والدمار. يعني نحن سنختم وسنكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع، وربما سنفتح نافذة كاريكاتورية عن تمهد لنا لموضوع المحور التالي مشاهدين المحور الإقليمي والمتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. بطبيعة الحال إسرائيل كانت في دائرة الحدث، بعض الكاريكاتير الذي اخترناه هذا من صحيفة هآرتس، ماذا نشاهد هنا دكتور عباس؟ هنا ليبرمان ونتنياهو يشاهد في التلفاز العلاقة المستجدة الحميمة الجيدة ما بين كيري وظريف، وليبرمان يقول له لا تقلق أنا أبحث عن صديق أصدقاء جدد على الإنترنت عوضا عن كيري. يعني نشاهد الكاريكاتير الآخر أيضا عن نتنياهو وزوجته. نتنياهو وزوجته يبدو يرتدي القبعة الروسية، وأيضا نفس المشكلة، ويقول لزوجته سارة أنا لا أزال أعتمد على الروس لأن الأمريكيين خذلوه وفق تصوره. يعني نعم. والكاريكاتير الآخر أعتقد أنه يظهر يعني كاريكاتير مضحك جدا، ربما الأكثر طرافة، الرئيس حسن روحاني والرئيس باراك أوباما يقرأ له قصة، ما المكتوب يعني ما مكتوب بالعبرية على هذه القصة دكتور؟ يعني هناك العبارة التي تختتم بها قل قصص الأطفال كما تفضلت قبل قليل، وهو أن وعاشوا بسعادة ورغاء حتى آخر العمر. والكتاب المحمول الذي يقرأ به روحاني اسمه حسن روحاني روايات جنيف أو قصص جنيف.
هذا اسم الكتاب حسب روحاني الوجه. نعم، ويقرأ قصة لأوباما لكي ينام. هذا دليل على يعني العلاقة الجيدة بين الطرفين. والكاريكاتير الأخير يظهر فيها أو يظهر فيه جون كيري مع مظلة فارغة، دليل عن أنه مكتوب هذه المظلة هي مظلة اتفاق جنيف، ويقول أنا لقد تعهدت بالدفاع عن إسرائيل ووافيت. وهنا إشارة لأن المظلة التي يريد أن يحمي بها إسرائيل أي اتفاق جنيف لا تقي إسرائيل لا البرد ولا الحر، ولأنها كما يبدو مظلة هذا فارغة. يظهر بوضوح دكتور عباس كيف نظرت إسرائيل إلى الاتفاق، بأن ربما الأمريكيين تخلوا عنها في عقد اتفاق يعني مع إيران حول الملف النووي. أشكرك دكتور عباس إسماعيل مدير قسم الشؤون الإسرائيلية في الميادين على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا في المحور الأول. مشاهدينا بعد قليل سنتحدث بالتفصيل أكثر عن إسرائيل والاتفاق النووي مع إيران، وربما سنركز أكثر على ما بعد هذا الاتفاق. إسرائيل تعول كثيرا على 6 أشهر تجريبية لكي ربما تحاول أن تغير في النظرة إلى الاتفاق وإلى إيران. تابعونا. من جديد أهلا بكم إلى خلف الجدار. تتوجس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من احتمال وجود أنفاق على الحدود مع لبنان، لذا قامت هذا الأسبوع بفحص الحدود للتأكد من الأمر. وبعد أخذ ورد أعلن عن تسوية أزمة المشروع الأوروبي هورايزن 2020 للأبحاث العلمية ليفسح في المجال أمام إسرائيل المشاركة فيه. الاتحاد الأوروبي اشترط استثناء المناطق وراء الخط الأخضر. قتلت إسرائيل هذا الأسبوع مجموعة فلسطينية في قرية ياطة في الضفة الغربية، يقال أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات في القريب ضد أهداف إسرائيلية. ونختم مع الإعلان عن جدولة موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري لإسرائيل، ولقاء أيضا مع السلطة الفلسطينية، وبالطبع سيتحدث عن المفاوضات الفلسطينية وأيضا القضية النووية الإيرانية. هذه هي أخبار إذن المحور الإقليمي. الآن نناقش سويا ردة الفعل الإسرائيلية من الاتفاق النووي الإيراني. لم يكن سهلا أن تهضم إسرائيل الاتفاق بين الدول الكبرى وإيران. بعض الكتاب الإسرائيليين شبه الاتفاق بالجبنة السويسرية، فيه الكثير من الثقوب. التعايش معها سيخضع لإعادة تقويم السياسات وتدوير زوايا مع الإدارة الأمريكية. ننطلق في نقاشنا في هذا المحور من الاتفاق وحيثياته في داخل إسرائيل، لنسأل بالتالي عن تأثيراته على ملفات كثيرة وربما أبرزها المفاوضات مع الفلسطينيين. ونستقبل لهذه الغاية أستاذ عصام مخول، وهو مدير معهد إميل توما، وهو يحدثنا من الناصرة. من الناصرة أهلا بك أستاذ عصام. قبل أن نبدأ معك الحوار اسمح لي أن نذهب إلى تقرير للقناة العاشرة الإسرائيلية يرصد مباشرة ردة الفعل الإسرائيلية بعد إعلان الاتفاق. זה לקח 10 שנים ועוד לילה ארוך במיוחד כדי להגיע להסכם היסטורי בין איראן לקהילה הבינלאומית. האיראנים היו שבעי רצון במיוחד, אולי כי אכן הם הצליחו להשיג דיל טוב עבורם, ואולי דווקא כי הם עכשיו צריכים לשווק לקהל בבית עסקה לא ממש מוצלחת מבחינתם. ההסכם שהושג אומר בפשטות המשך תוכנית הגרעין האיראנית אך מניעת התרחבותה תמורת 10 של סנקציות יחסית קלות. מה שאיראן לא קיבלה זה דרישתה שבהסכם תצוין ההכרה בזכותה להשאיר אורניום. אך שר החוץ זריף הבהיר כי מבחינתם לא נאמר בהסכם כי אין להם זכות כזו. From this day for the next 6 months, Israel is in fact safer than it was yesterday. אבל דברי ההרגעה הללו של קרי ממש לא משכנעים את ישראל. מה שהושג אמש בז'נבה איננו הסכם היסטורי. זו טעות היסטורית. שרים בכירים בממשלה הלכו היום רחוק בהתקפה שלהם על נתניהו בגין מדיניותו בנושא האיראני. הבוקר הם אמרו, ביבי כמו ביבי, גם אכל את הדגים המסריחים וגם גורש מהעיר. הוא גם גרם לנזק קשה עם האמריקאים שיהיה קשה מאוד לתקן, וגם לא הצליח להביא להסכם משופר יותר עבור ישראל. ישראל איננה מחויבת להסכם זה. אני מבקש להעביר כראש ממשלת ישראל. ישראל לא תיתן לאיראן לפתח יכולת גרעינית צבאית. 6 החודשים הבאים של המסע ומתן עם איראן יהיו המבחן האמיתי. האם האיראנים אכן מוכנים להקפיא את שאיפותיהם הגרעיניות, או כפי שעשו בעבר, הם בעיצומו של עוד מהלך רמייה שיביא אותם בסופו של דבר ישר אל הפצצה.
إذا في هذا التقرير القناة العاشرة رصدنا ردة بعض يعني ردة الفعل الإسرائيلية على الاتفاق. أستاذ عصام مخول، إذا أردنا يعني بعد هذه الردة ردة الفعل ماذا أظهرت؟ يعني ماذا كشفت عند الإسرائيليين؟ ماذا؟ ماذا كشفت؟ ماذا أظهرت عند الإسرائيليين؟ نعم، بدون شك إسرائيل موجودة في مأزق سياسي خطير بعد اتفاق جنيف. هناك رئيس الحكومة الذي حول مشروع التحريض على ضربة عسكرية على إيران وتدمير مشروعها النووي إلى مشروع شخصي، يكاد يكون مشروعا شخصيا بالنسبة له، وضع كل قيمته السياسية في هذه الزاوية، واعتقد وأقنع نفسه أنه قادر على إعطاء الأوامر إلى كل القوى الفاعلة على الساحة الدولية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية. هكذا تحدث إلى الإسرائيليين وهكذا تحدث إلى العالم قبل التوصل إلى هذا الاتفاق. الآن التوصل إلى اتفاق أظهر نتنياهو على أنه نمر من الورق من الكرتون أكثر مما هو نمر حقيقي، وأعتقد أن هذه هي الصورة العامة التي يتعامل معها الإسرائيليون في ردة الفعل على ما جرى. هناك ردود فعل بما في ذلك في التيار المركزي الإسرائيلي تؤكد على أن نتنياهو هدد واصطدم مع الولايات المتحدة الأمريكية حليف إسرائيل المركزي والاستراتيجي والأساسي، ولكنه خسر كل شيء في هذه المواجهة وفي هذه المعركة. فالمشروع النووي الإيراني لم يتوقف، تخصيب اليورانيوم لم يتوقف وفق هذا الاتفاق، وعزلة إيران قد تحولت إلى قبول لإيران في المجتمع الدولي، وبينما في حقيقة الأمر السياسة الوحيدة المعزولة الآن عالميا وتوضع علامة سؤال على مصداقيتها هي سياسة حكومة نتنياهو وتشنجه في الموقف من قضية المشروع النووي الإيراني. نعم. أستاذ أن قضية القنبلة النووية الإيرانية، نعم تفضل. يعني فقط قبل أن نذهب إلى الموضوع الأمريكي ويعني ما سيتبعه، الكل يسأل الآن عن المرحلة المقبلة. يعني هناك 6 أشهر لهذا الاتفاق لكي يتم اختبار نوايا، يعني بحسب ما فهم منه، لكي يعني يبرم الاتفاق النهائي. ماذا ستفعل إسرائيل في هذا الوقت؟ سنستمع معك ونشاهد ماذا قال عمير رابابورت ودكتور رفائيل أوفيك في مقال مشترك في معاريف. المقال حمل عنوان احتمال الهجوم المستقبلي، واخترنا مقطع يشرح فيه للاستراتيجية الإسرائيلية، وأريد يعني منك تعليقا على ما قاله. احتمال الهجوم المستقبلي زاد بالذات. الاتفاق هو فشل ذريع للتكتيك الإسرائيلي، فقد طلبت إسرائيل اشتراط كل تخفيف للعقوبات بتفكيك أجهزة الطرد المركزي وتراجع البرنامج النووي، لكن هذا لم يحصل. لذا إن لم تحصل معجزة ولم يهجر الإيرانيون حقا برنامجهم النووي، فإن إسرائيل ستبذل جهدا هائلا في الأشهر التالية كي تثبت للعالم بأن الإيرانيين يخدعونه ويواصلون السعي لتصنيع القنبلة. في الاتفاق تكمن بذرة توتر خلافا لإحساس النشوة في وسائل الإعلام العالمية. السلام لم يتحقق بعد، وهذا ليس سوى اتفاق مرحلي ل6 أشهر لم تنشر حتى صيغته الكاملة والدقيقة. إذا أستاذ عصام يقول إسرائيل ستبذل جهدا هائلا في الأشهر التالية كي تثبت للعالم بأن الإيرانيين يخدعونه. الاستراتيجية الإسرائيلية، السياسة الجديدة الإسرائيلية بعد هذا الاتفاق برأيك ما هو قوامها؟ أولا يجب أن يكون واضحا أنه لا يوجد في إسرائيل إجماع قومي ولا إجماع قومي صهيوني حول الملف النووي الإيراني وحول الموقف من اتفاقية جنيف. يعني هناك وجهات نظر، بما في ذلك وجهات نظر لقادة عسكريين بارزين وقادة في أجهزة الاستخبارات
ترفض المنطق الذي يروج له رئيس الحكومة نتنياهو، والذي يقول إن الجواب الإسرائيلي يجب أن يكون جوابا عسكريا، وأن إسرائيل قادرة على توجيه ضربة عسكرية لوحدها بمفردها لإيران والتخلص من المشروع النووي الإيراني. لا يوجد إجماع على قومي في إسرائيل على هذا، ولا يوجد إجماع في المؤسسة الأمنية، ولا يوجد إجماع في المؤسسة السياسية لهذا. وهناك تحذيرات كبيرة في داخل المجتمع الإسرائيلي والمؤسسة الإسرائيلية من هذا الصدام الذي قاد إليه موقف نتنياهو مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشكل الدعامة الحقيقية لقوة إسرائيل في المنطقة ولموقعها في المنطقة. هذا جانب واحد. فلذلك هناك تهديدات وهناك أصوات تخرج أن الحل الوحيد الآن هو أن تقوم إسرائيل بمنع إيران بسلاحها هي وبهجومها هي من امتلاك قنبلة نووية. ولكن أنا أعتقد أن هذا لن يكون ممكنا من جهة، إلا إذا تغيرت الموازين الدولية وتغير الموقف الدولي. الأمر الثاني، إسرائيل لم تنجح في إقناع العالم بأن إيران تغدر وأن إيران لن تلتزم بما وقعت عليه وما اتفقت عليه. هناك أصوات جديدة في إسرائيل تشير إلى أن إيران قد تجاوزت منذ فترة، منذ سنة على الأقل، قدرتها على إنتاج قنبلة نووية. يعني هناك حديث أن إيران منذ عام قد وصلت إلى حافة الدولة النووية، وهي لديها 4 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، تستطيع أن تنتج بها 4 قنابل نووية. ولذلك إسرائيل تخشى، أو هناك أصوات تقول إن إيران قادرة في لحظة معينة على التحول من دولة على حافة القنبلة النووية إلى دولة نووية. هذا جانب. الأمر الآخر المطروح الآن على الساحة الإسرائيلية هو كيف تواجه إسرائيل الضغط العالمي والشعبي بما في ذلك في إسرائيل. يعني نحن في نهاية هذا الأسبوع سننظم مؤتمر دولي في حيفا من أجل منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، لأول مرة في إسرائيل يحدث هذا. ولذلك وهناك يعني تركيبة واسعة من القوى، تحالف واسع لم يكن في السابق قائما، تنادي تطالب إسرائيل بأن تكون جزءا من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، تطالب إسرائيل بأن يكون الحل في القضية الإيرانية ليس عن طريق التهديد بالحرب، وإنما عن طريق الذهاب ودفع مشروع شرق أوسط خالي من الأسلحة النووية لجميع الأطراف بما في ذلك الجانب الإسرائيلي. نعم، أنت تتطرق في الواقع إلى نقطة مهمة جدا. يعني سيكون هناك لوبي للضغط على إسرائيل، لأن البرنامج النووي لإسرائيل لا أحد يعرف تفاصيله، يعني ليس هناك من معلومات موثقة عن ماذا تملك إسرائيل. هل سيتم كشف هذه المعطيات أو الضغط على إسرائيل لكي تلتزم بالمعاهدات الدولية وتلتزم بالمواثيق الدولية؟ ماذا ستفعلون؟ يعني أخبرنا. نعم، أولا نحن نعتقد أن هذه المعركة هي معركة متشابكة، جزء منها يجب أن يتم في النضال في وسط الرأي العام العالمي، والجزء الآخر من أجل إحداث تحويل أو اختراق في الرأي العام الإسرائيلي نفسه. في رأيي عندما ركز نتنياهو في السنوات الأخيرة منذ عام 2008 وحتى الآن على المشروع النووي الإيراني، هو أقنع الجمهور أن المطروح على طاولة البحث هو ليس فقط المشروع النووي الإيراني، وإنما المشروع النووي، وإنما الخطر النووي في الشرق الأوسط. وأصبحت هناك آذان جاهزة أكثر في إسرائيل، الدولة التي النظام الذي يمنع مواطنيه من ذكر وجود ترسانة نووية إسرائيلية من دون أن يقول حسب مصادر أجنبية. في رأيي الآن توجد في إسرائيل قوى أكثر بكثير مستعدة للحديث عن وجود ترسانة نووية إسرائيلية، وللحديث عن أن وجود الرؤوس النووية الإسرائيلية، أكثر من 200 رأس نووي إسرائيلي، لا تخدم أمن الشعب في إسرائيل ولا تخدم أمن الشعوب في المنطقة، وأن المخرج الوحيد يجب أن يكون والآمن هو بألا يكون هناك أسلحة نووية لدى أحد في المنطقة. وأعتقد أن هذا المنطق بدأ يحتل موقعا هاما في طريقة التفكير، حتى
حتى في داخل إسرائيل وفي داخل القوى التي كانت تتمنع حتى الآن عن الخوض في هذه القضية. وهذا هو المميز الكبير للمؤتمر الذي نعقده في 5 و6 من هذا من الشهر من ديسمبر. طبعا يعني لا شك أنه سيكون مؤتمر مهم أستاذ عصام، سنرصده بطبيعة الحال، وربما الأمر الذي روج له نتنياهو سيقلب عليه فيما بعد. هناك تبقى لدي القليل من الوقت مع أن الأمور مهمة جدا التي تتحدث فيها. هناك موضوع يجب أن نتحدث أيضا عنه، خصوصا أن جون كيري سيصل إلى إسرائيل وإلى الضفة الغربية كي يتحدث عن المفاوضات أيضا، ليس فقط عن ملف النووي. كيف سيؤثر الاتفاق النووي على المفاوضات؟ نشاهد فقط معك من معاريف شالوم يروشالمي ماذا يقول ونعود لنتحدث. يتحدث عن سيناريوين، أريد منك تفضيل يعني السيناريو الأكثر واقعية برأيك. آثار اتفاق جنيف على المفاوضات مع الفلسطينيين. والآن ينبغي اختبار آثار الاتفاق على المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. في هذا الشأن توجد في الحكومة فرضيتا عمل. الأولى وهي الأكثر سيادة تقول إن الأمريكيين الذين وجهوا لنا ضربة بالنسبة لإيران لن يوجهوا لنا ضربة أخرى بالنسبة للفلسطينيين أيضا. لا أحد هنا يريد أن يخلق أزمة استراتيجية، لا أحد يريد أن يتجاوز الخطوط الأخيرة بحسب تصريح وزير كبير. وبحسب هذه النظرية فإن وزير الخارجية جون كيري واحد آخر من متضرري نتنياهو، سيتخذ هذه المرة تجاه إسرائيل نهجا أكثر تصالحيا، فلم تعد هناك معادلة بشهر مقابل يتسهار. وبحسب النظرية الثانية فإن الأحداث مع إيران لن تلطف الحماس لدى جون كيري لتحقيق اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، فكيري سيواصل الضغط أينما يجد ذلك مناسبا، حتى لو وصفوه هنا بالوسيط غير النزيه. ولعل كيري يضيف إلى هوسه السياسي الغضب على نتنياهو الذي لم يعد يكلف نفسه عناء إخفائه. إذن ماذا يعني أي سيناريو هو الأكثر؟ سيكون هناك ضغط أمريكي أم سيكون هناك تراخي في موضوع التفاوض؟ ما رأيك؟ دعيني أقول إن إسرائيل تخطط لابتزاز الإدارة الأمريكية في اتجاهين. تريد أن تبتز الإدارة الأمريكية من خلال الحصول على أسلحة متطورة جدا لم تكن قد حصلت عليها حتى الآن، وكان ذلك لتعديل الكفة وموازنة الوضع الجديد. وإسرائيل ستحاول أن تبتز الولايات المتحدة في القضية السياسية وفي الحل السياسي للقضية الفلسطينية. أنا من وجهة نظري المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فرضت على الجانب الفلسطيني لخدمة كورقة تخدم المخطط الأمريكي والدور الإسرائيلي فيه تجاه قضية إيران وربما حرب على سوريا وربما حرب على لبنان وما إلى ذلك، وهي لم تكن أصلا مفاوضات جدية. في تقديري أن وقف أو إسقاطات اتفاق جنيف على المفاوضات هو نابع من نفس هذا الموقع، أن هذه المفاوضات والقضية الفلسطينية والورقة الفلسطينية بهذا المعنى خاضعة وقابلة للمساومة مع إسرائيل مقابل أن تقبل إسرائيل بنتيجة المفاوضات في جنيف وأن يدفع ثمنها بالعملة الفلسطينية الصعبة وبعملة الحقوق الفلسطينية. شكرا أستاذ عصام مخول مدير معهد إميل تو معنا، مشاركتك معنا في خلف الجدار في هذا المحور. شكرا لك على كل هذه المعلومات المهمة التي قدمتها لنا. مشاهدينا بعد قليل سنعود لنتابع خلف الجدار في محوره الأخير، نتحدث عن مجزرة شفا عمر والأحكام التي صدرت هذا الأسبوع. تابعونا. من جديد نرحب بكم في المحور الأخير من خلف الجدار ضمن سلسلة تحركات مناهضة لمخطط برافر. أقيمت هذا الأسبوع مجموعة من الاعتصامات ضد هذا المخطط الاقتراعي لأهالي النقب، وذلك تحضيرا ليوم الغضب اليوم الذي يقام على كافة الأراضي الفلسطينية وفي بعض الدول العربية والأوروبية بحملة تضامنية دعما لصمود أهالي النقب واحتجاجا بالطبع على السياسات الإسرائيلية العنصرية. وأيضا حدث آخر هذا الأسبوع هو
هو الأحكام التي صدرت في حق كل من اتهم في جريمة شفا عمر. سنتحدث عن هذا الموضوع الآن. هل يعقل أن يحكم على الضحايا بالسجن؟ هذه هي الحال التي تركها الحكم في مجزرة شفا عمر. فعندما أقدم المتطرف اليهودي في حافلة فلسطينية على قتل ضحاياه على أساس عنصري طبعا، قتل هو بدوره على يد شبان فلسطينيين. مؤخرا صدر الحكم في حقهم بالسجن في عقوبات تصل أقصاها إلى سنتين. يحدثنا عن هذا الموضوع أستاذ ماهر تلحمي، وهو محام في الشؤون الجنائية وأيضا محام لأحد متهمي شفا عمر. أهلا بك أستاذ ماهر، وطبعا أنت تحدثنا من الناصرة، أهلا بك. قبل أن أبدأ معك الحوار سنذهب إلى تقرير لزملتنا هناء محميد يعرض لنا ماذا حدث في هذه المحاكمة وهذه القضية. إضراب عام عم المدينة، فشفا عمر كانت على موعد صعب. المحكمة ستقرر إما براءة لأبنائها السبعة المتهمين بقتل منفذ العملية الإجرامية داخل مدينتهم قبل 8 سنوات أو بالحكم عليهم بالسجن. هو الحاكم اللي بده يحكم، واحد يجي على بيته بده يقاتله، بده يقول له كنت كتر خيرك ولا بده يدافع عن حاله؟ ها؟ مش بده يدافع عن حاله؟ اه، وهدول كمان أهل البلد تدافع عن حالها، هذا دفاع عن كل شفا عمر. شخصيات سياسية فلسطينية ومئات المتظاهرين ملأوا باحات المحكمة. بالنسبة لهم هذه محاكمة سياسية للعرب جميعا، ورغم كون المحكمة المركزية قد نطقت بقرارها إلا أن ساعة الصفر حول مصير الشبان المتهمين لم تحن بعد. مقارعة السلطة في المحكمة العليا يعتبر السبيل القانوني الأخير أمامهم. الأحكام اللي حكمتها المحكمة اليوم تتراوح بين 11 شهر و 24 شهر. سنعمل على تقديم استئناف، ونتأمل أن محكمة العدل العليا سوف تقبل الاستئناف وتخفض هذه العقوبة بأقصى قدر ممكن. المدانين ما يسمى بين قوسين المدانين هم دافعوا عن شرف شفا عمر، عن أبناء شفا عمر. الإدانة الحقيقية هي لحكومة إسرائيل والإدعاء ومحكمة إسرائيل التي تدينهم اليوم. الوجه الحقيقي لما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية يظهر واضحا في كل مناسبة تتعلق بحقوق الفلسطينيين داخل أراضي 48، ما أن فضت جلسة المحكمة حتى انقضت قوات الشرطة على المتظاهرين، اعتدت عليهم واعتقلت بعضهم. إذن هكذا جاءت المحاكمة. أستاذ ماهر، ما تعليقك بداية على هذا الحكم؟ طبعا الحكم هو حكم قاسي، اي حكم اللي بيكون فيه سجن فعلي هو سجن قاسي على المتهمين. بس من ناحيه السوابق القانونيه بالاخر بعد ان تم ادانه المتهمين بمحاوله القتل، الحكم هو نسبيا من ناحيه قانونيه عم بحكي ومش جماهيريه بنعد حكم مخفف. قال أحد المحامين طبعا في التقرير بأنكم ستستأنفون، يعني سيكون هناك استئناف. هل تتوقعون البراءة؟ يعني هل من الممكن أن تحكم المحكمة فيما بعد إلى البراءة؟ أم أن احتمال يعني لا تعملون الآن على احتمالية البراءة إنما على تخفيض الحكم أكثر؟ إذا راح يكون في تقديم لاستئناف راح يكون حسب توقعاتي على الحكم ومش بالنسبة للإدانة. بس طبعا الأمر بيختلف بين متهم ومتهم حسب مواد التحقيق اللي كانت لإله. كان في جزء من المتهمين اللي اعترف بكل الذي نسب إليه، في جزء كان عنده اعتراف جزئي، في جزء اللي أنكر إنكار كامل اشتراكه بالاحتجاج اللي كان بعد المجزرة. فبفكر انه هنا كل محامي لازم يفكر في الموضوع او يقرر بالنسبة للزبون تبعه. طب يعني استاذ ماهر، انت كمحام وضليع بالقانون، لا يعتبر ما حدث في شفا عمر يعني بالنسبة للقانون الدولي وليس كما تنظر اليه اسرائيل، لا يعتبر دفاع عن النفس؟ يعني عندما قام هؤلاء الشبان بقتل هذا الشخص الذي المتطرف الذي جاء ليقتل فلسطينيين، أليس هذا دفاع عن النفس وحق مشروع يبرأ على أساسه يعني الأفراد؟ مهم جدا لي أن أوضح هذه النقطة. من خلال المحكمة إحنا لم ندعي الدفاع عن النفس، لأنه كل مواد التحقيق اللي كان فيها عدة شهادات من سكان شفا عمر دلت انه
عملية القتل الأخيرة كانت بعد ما أن الشرطة وصلت للمكان وتم احتجاز الإرهابي. فمن هذه الناحية، من ناحية قانونية، ما كانش في عندنا الإمكانية للإدعاء أنه كان في إدعاء للنفس، وإنما إدعاء الدفاع عن النفس هنا هو كان من ناحية جماهيرية. يعني كونه إحنا عندنا معلومات أنه جهاز المخابرات كان عنده معلومات أنه في إرهابي اللي رح يعمل مجزرة ورح يعمل عملية إرهابية في أحدى قرى الشمال وما نعمل إشي لمنعه، فعمليتي وعادة الشرطة ما بتدافع عن المواطنين العرب اللي ساكنين في دولة إسرائيل، فهنا كان نوع ردع لعمليات قادمة اللي معقول تكون. أما من ناحية قانونية للأسف الشديد هذا الإدعاء ما ادعيناه في المحكمة. يعني عندما يعني كان يجب عليكم أن تدعوا على جهاز المخابرات كما أفهم منك بأنه كان يعلم بحصول أو بمن يعني وجود أحد المخططين لجريمة ولم يتحرك، كان يجب أن تدعوا على هذا الجهاز ولم تقوموا بهذا الأمر، لماذا؟ لا، لقد ادعينا بالنسبة لهذا الأمر وقد وصلنا للمحكمة العليا بالنسبة لهذا الأمر، ولكن المحكمة العليا لم تحكم لصالحنا بهذا الأمر. القرار تبعنا كدفاع بالمحكمة هو نحط مرآة بوجه الجهاز القضائي الإسرائيلي. المرآة بتقول شغلة من النوع، يعني إحنا كدفاع إحنا لازم عن طريق الدفاع نحاول محاكمة دولة إسرائيل. إحنا بنشوف في حالات عديدة جدا اللي كانت اللي جنود إسرائيليين أو مواطنين إسرائيليين أو مستوطنين إسرائيليين يمنيين ومتطرفين اللي يقوموا بقتل الفلسطينيين بشكل يومي ولا يحاكمون. وهنا كانت نقطة الدفاع الأساسية، يعني كان عندنا نقطة دفاع اللي هي حسب كل متهم ومواد التحقيق اللي كانت ضده. ومن ناحية تانية احنا طلبنا إبطال لوائح الاتهام، لأنه في حالات تانية اللي فيها قاموا سكان يهود أو جنود الاحتلال أو الشرطة الإسرائيلية بقتل فلسطينيين عزل لم يكن هناك تقديم للوائح اتهام، ولذلك احنا طلبنا إبطال لوائح الاتهام، ولكن المحكمة لم تقم بقبول هذا الطلب، فاضطرينا أنه نعالج الموضوع بشكل قانوني بحت. ولا أتوقع أنه المحكمة العليا ستعترف أنه سلطة القانون بإسرائيل هي سلطة متساوية وأنه لم يكن هناك مكان لتقديم لائحة الاتهام ضد المتهمين. طب أمام هذا التمييز في القوانين، أنت كمحام في القضايا العربية وانطلاقا من ما يعني من موضوع شفا عمر وأيضا من القضايا الأخرى التي تسلمتها أستاذ ماهر، ما صعوبة أن تعمل مع دولة تميز في القوانين؟ يعني ليس هناك قاعدة واحدة يساوى على أساسها المرء كان عربيا أو يهوديا، ما صعوبة هذا الأمر؟ الأمر طبعا صعب جدا بالنسبة للمحامين اللي بتتعامل مع هذه المواضيع. يعني كان في عدة أبحاث بالنسبة لهذا الموضوع، هو الفرق بالعقوبات بين مواطنين يهود لمواطنين عرب على خلفية نفس المخالفة اللي ارتكبوها. آخر بحث كان من جامعة حيفا سنة 2007 اللي بحثوا 1500 قضية جنائية، وهن قارنوا بين الحكم اللي أخذه مواطن يهودي اللي ارتكب نفس الجريمة مقابل الحكم اللي أخذه مواطن عربي، وكان التقرير بشكل صريح حكى أن هناك تمييز كبير بين العرب واليهود، وأن الحكم اللي العربي بياخذه على ارتكاب جريمة معينة هو أعلى بيكون عادة من الحكم اللي بياخذه يهودي. فهذا بيتطلب من المحامين العرب اللي بيشتغلوا على هذا القضايا أنه يجتهدوا أكثر بالمحاكم، ولكن المساواة مش موجودة والكل بيعرف هذا الموضوع، فالأمر دائما صعب، ودائما العقوبة للعربي أو الجاهزية لتقديمه لمحاكمة هي أعلى. يعني حتى عدد الملفات التي تغلق بالشرطة قبل أن تقدم للمحكمة هي أعلى جدا نسبيا للمواطنين اليهود منها المواطنين العرب. أستاذ ماهر، سنختم معك موضوع شفا عمر، لأن أيضا اليوم هناك موضوع أيضا حقوقي ومهم جدا، هو يوم الغضب رفضا لمخطط برافر ومصادرة أراضي النقب. في الواقع اليوم حصلت تظاهرات خصوصا في النقب وفي حيفا وفي كثير أيضا من البلدات والمدن العربية، حصلت اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، أيضا هناك اعتقالات ومستعربون يحاولون أيضا أن يزيدوا من حجم هذه الاعتقالات،
يسهلوا الاعتقالات في صفوف الناشطين. تعليقك في ختام لقائنا على ما يحدث فيما يتعلق بمصادرة أراضي النقب، إذا أردنا طبعا أن نستفيد منك من الشق القانوني، هل يحق لإسرائيل أن تصادر المزيد من الأراضي العربية في النقب تحديدا؟ يعني ليس بالنقب تحديدا، انا بفكر انه احتلوا كفايه وانه صادروا كفايه اراضي وانه العمليه كل المشكله الاساسيه هنا هي مشكله الارض والتثبت بالارض، وهن يعني اذا بدنا نشوف قديش عدد السكان اليهود بالنقب هي نسبه ضئيله جدا، يعني هن ما عايزين هذه الاراضي عشان يبنوا كمان مدن لليهود، والعرب الموجودين بالنقب هن نسبتهم تقريبا متساويه لنسبه اليهود، اما هن مش قادرين بالمره يتخيلوا وضع انه رح يضل في اراضي للعرب، وخصوصا انه الاراضي العربيه بالنقب هي اراضي اللي انتقلت من جد عن جد واغلبها مسجله بالطابو. انا بفكر انه هون في عمليه نهب اللي دوله اسرائيل عم بتحاول تعطيها طابع قانوني، بس عم فكر كلمه نهب هي الكلمه اللي ما قلت توصف هذا الوضع بشكل صحيح. نعم، أشكرك أستاذ ماهر تلحمي المحامي في شؤون جنائية وأيضا أحد محامي متهمي شفا عمر على مشاركتك معنا في هذا المحور، ونأمل يعني نتمنى العدالة أيضا للمتهمين في شفا عمر وكل المتهمين والمسجونين في السجون الإسرائيلية طبعا الفلسطينيين. ومشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام خلف الجدار لهذه الليلة. طبعا اليوم تحدثنا عن شفا عمر، لم يكن بالإمكان أن نتخطى موضوع المحاكمات، ولكن أيضا هذا اليوم هو كان يوم الغضب لرفض مخطط برافر الذي نأمل أن يجتمع كل العرب على رفضه منعا لمصادرة المزيد من الأراضي العربية خصوصا في هذه الأرض الغالية في فلسطين. شكرا على متابعتكم، بإمكانكم التواصل معنا عبر تويتر، عبر فيسبوك، وأيضا عبر الإيميل. إلى اللقاء.